من الفوائد أن البعض قال إن الحلف بغير الله ليس شركا وإنما هو محرم. لما؟ لأنه يضعف حديث ابن عمر وهو عند أبي داود والترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولعل تضعيفه مبني على ما قاله البيهقي من أن سعد ابن عبيدة لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه هي مشكلة بعض طلاب العلم في هذا العصر، فهو لا يقرأ ما ذكره المتأخرون الذين هم أعظم منه جهدا وبحثا وتحقيقا. ولذا رد هذا ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير، رد كلام البيهقي، قال: وقد رواه شعبة عن منصور عنه قال: كنت عند ابن عمر فذكره. وقال أيضا: رواه الشعبي وذكر السند. فهذا يدل على صحة هذا الحديث. وله سبب، وهو أن رجلا حلف بالكعبة فقال: لا والكعبة، فذكر ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث.